السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فريماد. مثل ما شفتوا في عنوان الفيديو يا جماعة، تجربة الجزائري لاعب نيس الفرنسي وخريج أكاديمية بارادو الجزائري هشام بوداوي، راح نجربه في سلسلة من الصفر يا جماعة. لأول مرة ألعب به هشام بوداوي في لعبة فيفا يا جماعة. مثل ما تشاهدون لدي 4 جزائريين: هلال العربي السوداني، بوداوي، رشيد غزال، واندي ديلور. لدي 4 لاعبين جزائريين راح نجربوهم مع بعض، كل لاعب راح نجربوه في فيديو. اذا حصل هذا الفيديو على اكبر تفاعل واكبر دعم راح ينزل الفيديو القادم في اسرع وقت ممكن. قبل ما نبدا، لا تبخل علينا باللايك، الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات اذا لم تكن مشترك. بعد يلا بينا، لم يبقى لنا الا القليل للوصول الى 1,000,000 مشترك. الى 150,000 مشترك. يلا يا جماعة، يلا يلا يلا، حفزونا في التعليقات وحفزونا بالاشتراكات يا جماعة والدعم ومشاركة هذا الفيديو. دعوني لا اطل عليكم، يلا بينا ليتس جو. بطبع انا اتحدث بالعربية لكي اترجم الفيديوهات لعشرين لغة او 50 لغة. اوكي يا جماعة، راح ندخل هشام بوداوي الى التشكيلة. في مكان من؟ في مكان ماونت، راح خلو في مكان ماونت. ماونت ماونت ماونت. اوكي، في مكان ماكسيمان. يس، ثم ندخله هنا. اوكي، في مكان بول بوغبا. قبل ذلك يا جماعة، لدي بعض الباكيجات اريد ان افتحها معكم. باكيجات الغلابة يا جماعة. اوكي، راح نفتح هذا الباكيج بسم الله. من؟ يا سلام، والله مفاجأة يا جماعة، بسم الله. بوم 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 بوم، يعني بداية خرافية جابها في هذا الفيديو، والله بسم الله. وألكسندر أرنولد يا جماعة، والله يعني شيء رائع يا جماعة. أوكي، هذا لاعبين متكررين، يلا بيا. والله بوداوي عنده الحظ يا جماعة. أوكي، راح نفتح هذا الباكيج المعين يا جماعة. يلا، إذا طلع فيه لاعب جزائري راح نشتريه. أوكي، راح نفتح المعاينة. ماذا تتوقع؟ يطلع لك كريستيانو امبابي. لو سجل هشام بوداوي في هذا الفيديو في هذه المباراة، راح نفتح هذا الباكيج. عندي 29,000 كوينز، راح نفتح باكيج 25,000 كوينز. كوينز كوينز. اوكي، مثل ما تشاهدون هذه هي التشكيلة اللي راح اعتمد عليها في مباراة اليوم. في حارس المرمى ميندي، في الدفاع ستونز وامافي غوميز، وايضا كوادرادو، في وسط الميدان هشام بوداوي، فيرفودين وتونالي، في الهجوم اداما تراوري، تيمو فيرنر، بوليسيتش. راح نلعب بالابيض يا جماعة. والله عندي زمان ما لعبت الالتيميت تيم يا جماعة، والله عندي زمان. يلا بسم الله، والله زمان. يلا يا تسلل، انطلق بشكل وقدر يبعدها في هذه اللقطه. يلا بوداوي، جيده والله، رائع. بوداوي، الله الله الله، هشام بوداوي، يا سلام. الله، بوداوي، يا سلام، رائع، تمريره رائعه وهدف رائع. والله لا 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 لا، انطلقت انطلقت. تسديد مندي. لا 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 لا. والله ما كنت حاب اعطي له لي. ويويوي، والله رائع هشام بوداوي. لا، هدف اخر ياتي، لم ينقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. لا 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 لا، الحمد لله. يلا تيمو فيرنر، تيمو فيرنر، برناردو سيلفا، خطوره لبرناردو سيلفا، يا رب، هدف من برناردو سيلفا. 3-1. يلا، كرة
يا فيرنر تسود. مستحيل الكرة قبل ان تصل الخصم. هشام مساحة موجودة على طرف امام فوق سلسلة التقدم. هشام يا وفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. يقطع الى الداخل. يقطع عمرك. برافو ميندي. ركلية تلفت قصيرة. الى الركنية الركنية. هشام بوداوي ممتاز يا جماعة. ونهاية المباراة او الشوط الاول يا جماعة الخير 3-1. بداية الشوط الثاني. هشام يلا فرصة لكرة مرتدة سريعة. تمريرة ملعوبة. هذه ليست تسلل يا حكم. تيمو فيرنر. هشام يلا كرة. يلا ما عندي حظ يا جماعة. تسلل الحكم. ها حكم ضربة جزاء. هشام يا هشام يا والله ما ضربة جزاء. ركلة جزاء راحة الأعصاب. هدف من ركلة جزاء نفذت بنجاح. تونالي موجود لأن توقيت الانتشار. نهاية المباراة يا جماعة. للأسف الشديد يا جماعة خسرنا هذه المباراة 4-1، ولكن راح نجرب من جديد يا جماعة. أوكي يا جماعة المباراة الثانية هذه هي تشكيلته يا جماعة، تقريبا نفس اللي لعبناه الأول. فيرنر والحارس. اي تصدي اي روعه اي قوه. كوره. ارسنال يستطيع ان يتوغل اكثر في المساحه عبر الأطلع. تسديده ولكن ميندي يتالق في قفز هذه الكره. كره الى السار. هدف مو هدف. مضغوط عليه. فرصه لا جول. سود بمهارة بمر فيها يتخلص من مساحة موجودة. بداوي وراه بداوي روح. اي الخطورة. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. فرصة امام بوليسيتش. كرة يا بداوي فيرنر والهدف. بيلعبها في مكان كرة في الأمام. جول بوداوي. تم على الكرة بشكل ممتاز. تمكن من الإيقاف. كرة. لا عجب بوداوي. والله لعب بهم. لا دقيقة واحدة فقط كوقت بدل ضايع. تسلل الحكم. الشوط الأول ينتهي. انتهى الشوط الأول 1-0 يا جماعة.
هذه هي الكاميرا يا جماعة، عدلتها. النتيجة تشير لتقدم فوكسز في هذا اللقاء. مداوي هذه كرة فيرنر، كرة جول. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. فرصة أمام فيرنر. برافو التصدي من حارس المرمى. وماذا تبي مداوي؟ مداوي ضربت في فيرنر، ضربت في فيرنر. استعادة الكرة بشكل. إي 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 إي. لا لا أداما تراوري. خطأ خطأ خطأ. ضربة مرمى. كرة. والله لا توقف أرجوك، لا تسحب، لا تنسحب، لا تنسحب بليز بليز، لا تنسحب. انسحب 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 انسحب. اوكي يا جماعه، مثل ما قلت لكم راح نفتح هذا الباكج. بسم الله، يلا يلا بنشتريها. اوكي ليتس جو. باكج هشام بوداوي، بما انه سجل هدف وقد مردود رائع. نيتو. الباكج الاول كان ممتاز وخرافي يا جماعة. اوكي يا جماعة، باكيجان جانا يا جماعة، فلنفتح هذا الباكج. يلا ونفتح هذا الباكج يا جماعة. بسم الله يا رب، لعب ممتاز. دافيد سيلفا. اذا يا جماعة الخير، وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اتمنى فيديو يعجبكم، اعطونا اراءكم وتقييماتكم لاداء هشام بوداوي في مباراة اليوم. لعبنا مباراتين، نعم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ان شاء الله هذا الفيديو يلقى تفاعل ودعم كبير جدا. يلا نوصلوا هذا الفيديو الى 1,000,000 لايك. اوكي يا جماعة، اعتنوا بانفسكم جيدا. مرحبا بكل شخص لم يشترك بعد، اشترك واضغط زر اللايك لهذا الفيديو، ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. اعطونا آراءكم واقتراحاتكم في صندوق التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.